اول تصريح معانا النهارده هو الاستاذ يحيى الكومي رئيس النادي الاسماعيلي، واللي بيتكلم عن تمديد او تجديد عقد عبد الرحمن مجدي نجم الاسماعيلي. تعالوا نسمع مع بعض استاذ يحيى الكومي بيقول ايه ونرجع تاني. ان احنا بنلم الفرقه معانا عشان ان احنا نعمل بطوله، طبعا الصفقات اللي موجوده مع قوام النادي الرئيسي اللي موجودين سواء عبد الرحمن مجدي او عمر الوحش او لا المحمدي طبعا ومدبودي، كل المجموعه اللي احمد علي عدنان برضه قعدنا معاهم كلهم امبارح النهارده قاعدين مع اللعيبه، حتى النهارده كان باهر برضه كان موجود معانا وكل حاجه، ورضينا كل الناس ان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله. دي حاجه كويسه جدا. طب باهر بقى كواليس تمديد عقده لان كان مجدد تقريبا السنه اللي فاتت. والله باهر لان هو اللي جدد السنه اللي فاتت فعلا، بس جدد برقم كان اقل من كل اللعيبه دي الصراحه يعني. ده عبد الرحمن. ده عبد الرحمن النهارده احنا رجعنا عقده، يبقى قوامه يعني يبقى زي باهر محمدي وصالح جمعه والمجموعه يعني. يعني يعتبر تمديد عقد يا باشمهندس؟ تمديد عقد وزياده في العقد طبعا. تمديد عقد يعني كم موسم كده بقى عبد الرحمن مجدي؟ هيبقى 4 سنين. 4 سنوات. احنا مددنا له. ايوه. على اساس يلعب معانا موسم او اثنين. هو بعد كده عايز يمشي او يحترف بره مفيش مانع. حلو، يعني العقد فيه بند مثلا للاحتراف. الاعتراف احنا هنوافق عليه بالعرض اللي هيجيبه، هو عايزنا نجيب عرض كويس، ماشي اهلا وسهلا بيه. احتراف بره بس ولا احتراف جوه وبره؟ يا سيدي هو مبدئيا عايز يحترف بره، ولو جه جوه خلاص وهو برضه اضطراب هذا الكلام احنا